بقول لك ايه يا معلم؟ اوعى يكون الملحن اللي جاي ده مش جامد، علشان انا عايز اعمل حاجه كده بص تكسر الدنيا كلها. عيب عليك يا بيه، ده نجم الالحان. هو اسمه ايه يا معلم؟ مقام البياتي. مقام البياتي؟ عيب عليك يا بيه، ده انا استاذ. انا استاذ يعني؟ هو عيب يا عم الصايع، ده انا بايع، ده انا بتاع فيديو يا بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله، ايه يا معلم؟ مش ده الاستاذ كلمات برضو؟ يا بيه يا بيه، بقول لك انا بايع. لما يكتب يبقى كلمات الشاعر، ولما يلحن يبقى مقام البياتي. انا بقدم لك المبدع الكبير مقام البياتي، وده المطرب الكبير المفخخ عربي حماده. جاهز؟ جاهز يا مبدع؟ جاهز. وانت بعت له الكلمات برضو يا معلم؟ بقول لك انا بايع، مسطر له الكلمات من زمان. انا بتاع فيديو يا بيه. لحظة عشان الإحساس بس. كمان خلص بسرعه. سمعت الوعظه يا امجد؟ اه يا حبيبتي سمعت الوعظه. ايه يكش بس تعمل بيها؟ ايه يا امال يا ماما؟ مش كده يا امال، ده احنا لسه ما خرجناش من الكنيسه. إيه؟ استني شويه وبعدين اتخانقي. مالك في ايه؟ هو انا قلت حاجه عشان كل ده؟ لا يا حبيبتي ما قلتيش حاجه، انا اللي بتلكك. ماما عاوز قربان. روح هات للولد قربان. لا روح انت هاتي للولد قربان. لا على فكره بقى، مش كل حاجه اقولها لك تقول لي روح انت. خلاص يا امال هروح 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 يا ادم يا حبيبي. حاضر حاضر. صباح الخير. عايز قربان يا صاحبي. شكرا. بيه ازيك؟ امجد ازيك عامل ايه؟ انا كويس. فينك؟ موجودة. طب تعملي ايه هنا؟ دي مش كنيستك؟ اه انا هنا في فرح، فرح واحدة صاحبتي. ده من حظي. اخبارك ايه؟ انا كويسة. ايه ده، انت اتجوزت صح؟ اتجوزت وخلفت. ايه ده بجد؟ جبت ايه؟ ادم. عنده كام سنة؟ 6 سنين دلوقتي. استني. اتفضلي. ميرسي قوي، ربنا يخليهولك. وانت ايه اخبارك؟ الحمد لله. جوزيف تعيش انت. ايه؟ امتى ده وازاي؟ من سنة ونص تقريبا. عامل حادثة عربية جامدة. البقاء لله دين، ربنا معاكي. ميرسي قوي يا انجد. طب بعد كده يعني ايه اخبارك؟ انا الحمد لله تمام، يعني قاعده في البيت لوحدي، وبروح اقعد عند بابا وماما وبشتغل بس. طب بامانه مش عايزه اي حاجه بجد؟ لا يا امجد ميرسي، مش عايزه حاجه. طيب انا هروح لاصحابي بقى. ماشي. طب انا اسف، انا نسيت اخد رقمك عشان ابقى هطمن عليكي بعد اذنك. طبعا. اه تمام اتفضل. 012 40 525 11. اللي هيرن لك ده اكيد رقم. اوكي باي. كل ده عشان تجيب قربان وتيجي؟ ايه يا امال، ما كانش عند الراجل وكنت مستنيه يجيب تاني. ايه ده؟ ده مش سخن. هو انا فران ايه يا امال او اللي موجود؟ بقول لك ايه، يلا بينا. يلا يلا. ايه الذوق السيء ده؟ وايه الفينش الزباله ده؟ الشغل ده لازم يتعاد. فيهم ايه؟
فيهم ان حضرتك استخدمتي الاحجار من غير ما توضبيهم قبل ما تشتغلي، وفي ان الفنش كله باين ووحش سيء سيء. بس انا شايفه ان شكلهم كويس وما فيهمش حاجه. حضرتك تشوفي اللي انت عايزاه عندكم في بيتكم، انما هنا انا اللي اشوف، لان الشغل ده بيخرج من هنا تحت اسمي انا، يعني الفنش لازم يبقى بيرفكت، وده اللي بيفرق حد عن حد. دي وجهه نظرك دينا. لاخر مره هحذرك، لو سمحتي ما تخلطيش ان احنا اصحاب بانك هنا بتشتغلي عندي. اوكي براحتك. طبعا براحتي. تمام، وانا مش جايه هنا تاني. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، بس قبل ما تمشي من هنا تعيدي لي الشغل الزباله بتاعك ده. ليه كده؟ اهدي يا دينا، في ايه؟ حاضر. معلش اعذريها، دينا عندها مشكله كبيره في البيت. يا ستي وانا مالي ومال بيتها؟ دينا حامل. وايه المشكله في كده؟ متفقه مع جوزها ياجلوا الموضوع ده، ونسيت تاخد الدواء ودلوقتي حامل وعايزها تنزل البيبي، وطبعا هي متردده. يا ستي وانا مالي ومال الكلام ده كله؟ الله، ما تعمل اللي تعمله، انا ماشيه. هذي انا مش هخليها تمشي. اللي هي عايزاه تعمله تعمله، المهم انها قبل ما تمشي من هنا تعيد القرف اللي هي عملته، وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه. قولي لها ما تنزلش البيبي، ربنا هيسألها على اللي هي بتعمله ده. أنا هسمعك الأعجوبة، الملحبة الغنائية، شغل يالا. وده نايم ولا لا؟ والحب قلبي يمشي يا بتوع الهنكلايز، قلبي تملي محشي يا بتوع الهنكلايز، قلبي يمشي يا بتوع الهنكلايز، الفرحة هنكلايز، الحب هنكلايز، يشوق هنكلايز، الفرحة هنكلايز، بس ما هنكلايز، الحب هنكلايز، كله 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 بالهنكلايز. أيوة يا هنكلايز، دوبو يا ايه رايك بقى يا كابتن مصر؟ الرقص حلو قوي. رايي في ايه بالظبط؟ الملحمه اللي سمعتيها. الملحمه. قول يا بركات، انت عايز مني ايه؟ شوفي انا احب كده في الصح على طول، يعني من اولها كده جيبي من الاخر، عشان انا عايز كده يا برنسيسة. بص يا قمر، انا بعون الله بشقلط لي 10 15 اغنيه في الشهر، وكلهم لنجوم مصر. كلهم نجوم مصر؟ ده ازاي يعني؟ اللي بالنسبه لك دول مش نجوم مصر، في الهرم وكباريهات مصر كلها هم دول النجوم. انت عارفه عربي، النجم عربي حماده ده اللي احنا سمعنا منه البلحابه اللي انت شفتيها دي، ده في شارع الهرم معروف اكتر من النجم الفنان صديقي عمرو دياب. صديقي عمرو دياب. قول يا بركات، ايه المطلوب مني بالظبط؟ هجيب لك من الاخر. انا عايزك تمسكي لي انتاج الاغاني من الاي تو اتش، يعني من الابره للصاروخ، وليكي في الاغنيه 4000 جنيه، يعني قولي 40000 جنيه، لانها شلفط لي 10 اغاني من النوع ده. طب انت ايه اللي يجبرك على كده؟ ما انت ممكن تعمل كل حاجه بنفسك، عندك شركتك وكل الناس بتاعتك. انا قديم وخبره، لكن عايز اتطور، عايز واحد محترف جنبي، عايز حد بروفيشنال معايا، عايز ابقى انترناشونال، لان ده في عيني اللي بيدفع بيساوي كتير. ثانيا انا عايز اعلى بالكوالتي في الاغاني اللي بعملها. ماشي انا موافقه، بس عندي شرط. اموري. اسمي ما ينزلش على ولا اغنيه من 10. براحتك قوي يا برنسيسه، بس انا كمان عندي شرط،
ان انت هتبقي مسؤوله عن كل الشغل. اكيد طبعا. انت عايز تبتدي تصور امتى؟ امبارح يا برنسيس. معلش يا بركات، انا عندي طلب واحد بس. ممكن تبطل تقول لي يا برنسيسه وتقول لي يا استاذه ايه؟ حاضر حاضر يا استاذه ايه. فيلتي اللي احنا قاعدين فيها دي فيها بيسين واوض مفروشه وعندي ليفينج، عندي من مجاميعه في الفيلا هنا. عايز اشوط الاغاني ديت فيها. ازاي يعني؟ انت مش شطارتك بقى. طب انت عندك مخرج؟ عندي 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 مخرج طبعا، مخرج الروائع موحى. ما شاء الله، موحى بنتك؟ موحى ابن خالتي، ده مخرج الروائع. انت ما تعرفوش؟ لا والله ما تشرفتش. واد يا موحى انت اب. يا نهار اسود، هو ده موحى؟ ده انا فاكراه من النظافه. موحى. صباح الفل يا ست الكل. موحى مخرج الروائع صاحب كليب انا ليه يتيم. يا نهار اسود. حاضر، انا تحت امر حضرتك. ممكن تكلميني شويه؟ مامتها مدام نجوى الله يرحمها ووالدها كان عازف مشهور قوي ويوناني، بيقولوا ده كان العازف بتاع الملك. هي دي اللي عند حضرتك في الصوره، وده بقى البيانو بتاع هنا. واكتر مكان بترتاح فيه هي فين اوضتها؟ اتفضلي. بقالي اسبوع كده ملاحظ ان هي مش مظبطه ومتغيره. بترجع من المدرسه تقعد في اوضتها، ما بتكلمش حد، ما بتاكلش. وفهمت ان التغير ده كله عشان جالها بيريود وهي معقده من رؤيه الدم. هنا كانت مع مامتها لما عملت حادثه وشافتها لما ماتت في المستشفى، ساعتها وهي ما بتقدرش تشوف دم خالص. صباح الخير. أنا في طريقي للمكتب. ليه تعرفي إيه؟ أهلاً يا حبيبتي. إزيك؟ أنت ليه قاعدة على البيانو بتاعي؟ أنا آسفة، تعالي اقعدي. ايه ده؟ مش احنا اتفقنا ان انا اعلمك حاجه وانتي تعلميني حاجه؟ ايوه بس انا مش عايزه. هنا يا حبيبتي، لو عايزه تبقي شاطره وكويسه في الموسيقى زي مامتك وجدك لازم تتعلمي تقري نوتة. بس ماما ماتت خلاص. ايوه هنا هي ماتت، بس بتحس بيكي وبتشوفك وبتتبسط لما تشوفك كويسه. تعالي. بصي بقى يا ستي، thank you.
تعرفي بقى تعزفي اللي انا عزفته؟ برضه تبقي احسن. ممكن بقى نبتدي بسرعه عشان ما نضيعش وقت. طيب ممكن اروح اغير وارجع لك تاني؟ ممكن. وممكن بقى تعزميني على شاي اخضر؟ اكيد. وبعد كده تعالي اشرح لك قصه الشاي. اصل البيانو ده ليه قصه مهمه جدا. البيانو ده اتجننت؟ شيل بتاع دي من الوش، امشي براحتك. مش هخليلك اللي في ايدك دي. هو احنا هنفضل قاعدين كده كتير؟ مش هنعمل كاستنج النهارده ولا حاجه؟ يلا البنات تتفضل. اسمك ايه يا اروى؟ هو انا اول مره اتعامل معاك ولا ايه؟ اخلاصي. اسمك ايه؟ استنى بس، انت بتقولها اسمك ايه يا اروى؟ يعني انت عارف اسمها؟ بتسالها ليه يا نجمه؟ انا اعرفه لكن انت ما تعرفهوش، زياده التاكيد. الله، ايه يا عم جعفر، انت بتتكلم مع الاستاذه؟ انت فاكرها بنت اختك الصغيره ولا ايه؟ اعدل كلامك يا ابني مع الاستاذه. صباح الفل يا اروى، الحمد لله على السلامه. انت يا بنت حلاوتي كده اللي انت مستحميه يا بنت ولا ايه؟ من اخر مره خرجتي وانت كنت في الانعاش، امك عامله ايه وابوك؟ يخرب بيت ام اللي جابوك، انا هشغلك المزيكا وعايزك تشقلبي وتعملي حركات كده عشان نعمل البتاع ده حلو بقى. كده احنا ايه، هنرقص؟ احنا جايين نرقص ولا ايه؟ رايك في اللي حصل ده يا ست الكل، حلو ولا ايه؟ عسل. اضربي لك بقى واحد، خليكي جدع. شكلها ترسى على كده على فكره يا موحى. مفاجأة؟ انت ليه ما روحتش الشغل؟ شغل ايه دلوقتي يا ولا وقته؟ مساء الفل. نو ثانك يو، مش قادره. احنا لسه الظهر على فكره. واحنا بيفرق معانا الصبح ولا ظهر ولا بالليل؟ واحنا بنعتق. سيف معلش، النهارده كان يوم وحش قوي. يا حبيبتي لو مفيش مزاج نجيب المزاج وسيبك بقى من ام الشغل ده. بليز. طب ممكن نخليها بالليل؟ احنا بقينا بالليل خلاص. لا على طول كده، مش فاهمني، مش معقول يا سيف. يا حبيبي ده انا عامل لك احلى مود. بقول لك مش طايقه نفسي، مش كده؟ في ايه يا هديل؟ في ايه مالك؟ مولع لك شمع ومشغل لك مزيكا ولا باب لك سيجاره؟ ايه؟
اعمل لك ايه تاني؟ انا زهقت. وانت اللي فاكرني مكنه كل ما هتعوزها هتدوس على الزرار تطلع لك زي فرع اللوز. لا بجد، ده ايه التخلف ده؟ ثانك يو على ذوقك. بص يا ديل، انا مش جاي اتخانق يا حبيبتي، ساعديني علشان اساعدك، انا حاسس ان احنا بنبعد عن بعض. اساعدك ازاي بقى؟ اعمل ايه عشان اخليك تبطل تتفرج على افلام بورو؟ انا عمري ما خنتك. وانت مفهوم الخيانه بالنسبه لك ايه؟ انك تجيب واحده تانية وتنام معاها غيري؟ اه هو ده مفهوم الخيانه، وانا عمري ما عملت كده. مفهوم الخيانه بالنسبه لي غير كده. يا ترى وانا في حضنك بتشوفني انا ولا بتشوف البنات اللي بتتفرج عليهم؟ ومين السبب في ده؟ مش انت اللي عملتي الفطور ده في علاقتنا؟ انا صح. اه صح، انت اللي مش عايزه تغيري ولا تغيري طريقتك ولا تحاولي تفكري ازاي تعمليه بشكل مختلف كده. اللي عيني ترقصي لي ولا حتى محسساني ان انت نفسك تبقي معايا في اي حته ولا اي مكان. انت اللي عايز واحده من الشارع دي شغلتها، وانا مش كده، وانت عارف كده كويس. انت متخلفه والله العظيم، متخلفه وغبيه كمان. مالي انك تبسطي جوزك ومال الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره الموضوع مش في النوم، الموضوع كله في الاحساس والمشاعر اللي قبل الموضوع ده. ما بلاش انت تتكلم في الموضوع ده، لانك عمرك ما فكرت تحطني في مود حلو، ولا عمرك فكرت انا مبسوطه ولا لا. انما انت مكنه ما بتفكرش غير في ده وبس، وعايز توصل ليه باي طريقه. انما انا عايزه، انا محتاجه، مش مهم. يا اخي ده انا سلمت لك نفسي قبل الجواز، عايزني اعمل ايه تاني؟ ومالي اللي انا بقوله باللي انت بتقوليه ده؟ انا ضحيت وانا اتجوزتك، ما بعتكيش، ما تخليتش عندك ولا بعتك. هو انت كنت ممكن كمان تتخلى عني؟ هديل، هديل حبيبتي، انا بعمل كل ده عشان ننبسط مع بعض. انت مش كنت عايز تخلفي؟ مش نفسك تخلفي؟ بالنسبه لموضوع الانبساط فده عندك انت لما تبقى تغير طريقه تفكيرك. اما بالنسبه للعيال، ما اعتقدش ان ربنا ممكن يدينا اولاد طول ما انت غرقان في النجاسه بتاعتك. تصدقي يا هديل، انا استاهل ضرب الجزمه انا واقف بتكلم معاكي. انت ما تستاهليش حتى ان انا اقف اتكلم معاكي. انا حمار اني حبيت ارضيكي. اوعي. بجد وشك مشرق قوي النهارده. فعلا زي القمر. مشرق. اوكي ميرسي. انا لازم اروح المكتب، اوكي؟ لو سمحتي. ميرسي ميرسي. حساب ايه؟ انت صدقتي بجد؟ عملت نفسي مصدقه. لا ده انا كده كل يوم هتلكك واسيب حاجتي واكلمك. مش هرد عليك. ده انت بخيله بقى. اه انا بخيله ومش عايزه اعزمك تاني. طب عشان خاطر اقعدي شويه كمان. بجد اتاخرت على المكتب. بقول لك ايه صحيح؟ انا كنت عايز اعمل سيتس لورود في الفرع في الشركه عندي، يعني عايز اخد توكيل منك كامل. لا ما ينفعش، لان كل اللي بنتجه بصدره لبره، واصلا انا انتاجي قليل. طب والحل ايه؟ الحل الموضوع ده محتاج تفكير. خلاص بقى يبقى نقعد ونفكر دلوقتي. صباح الخير هبه. اه ايه ده، ايه المفاجاه دي؟ بابا وماما يا هبه. اتفضلي يا ماما، اتفضلي. اهلا يا هبه. اهلا يا ماما. ازيك يا هبه؟ الحمد لله. ازيك انت يا ماما؟ انتوا جيتوا هنا ازاي؟ ابدا، انا ومامتك حبينا نشرب القهوه قلنا نغير المكان. بس يا طارق اتاخرنا عليك، اصلي اتخانقت مع اختي ناني في النادي. ليه يا ماما؟ الست مش كويسة يا طارق، ألفاظها مش حلوة، وبتقعد تعمل بإيديها كده وتشوح بإيديها وبتتكلم بحركات كده وصوتها عالي. عارفة يا هبة، لما تلاقي نفسك قاعدة مش عارفة تردي على الأنواع دي خالص، فاتخانقت معاها وقلت إنني ما تجيبيش أختك تاني معاكي. شفت يا هبة شخصيتها قوية إزاي؟ حكمت على صاحبتها ما تجيبش أختها معاها النادي، حاجة تجنن. طيب انا مضطر استاذن، عندي شغل كتير. بس احنا نفسنا نقعد معاك يا هبه. خلاص يا انكل تتعوض. المره دي ما تتحسبش يا هبه، انا عايزه اقعد معاكي واعرفك اكتر. ان شاء الله يا توت. اجي اوصلك. لا انا عارفه الطريق، عن اذنكم. اتفضلي يا هبه. انت ليه يا ماما تفهميها ان احنا مرتبين كل حاجه وانكم جايين؟ انا بستغرب، يعني احنا جايين نقول نغير المكان ونقعد في حته تانيه، تيجي تعتذري انك تاخرت على ميعاد طارق؟ خلاص ما خدتش بالي. أكيد زعلت. تزعل ليه؟ دي حاجة كويسة إن أهلك يشوفوها، معنى كده إن أنت جد ومش بتلعب. وبعدين عايزين نتعرف على باباها ومامتها.
ايه رايك يا بابا؟ فكرتني بايام زمان طالع لابوك. ايوه طارق. ايه انت ما بترديش ليه؟ انا اتصلت بيكي 10 مرات، انا قلقت. طارق احنا ما فيش بينا اي حاجه تخليك تجيب انكل وطنط يشوفوني. بابا وماما جم بالصدفه. طارق احنا كبار بدرجه كافيه تخليك تفهم اني بفهم، وبعدين انا ما بحبش الكذب. انا اسف. ما تعتذرش من فضلك، لان اللي حصل حصل. ايه بقى، انا عايز اعرفك اكتر. ما انا عارفه ده، بس انا ما باجيش في الاسلوب ده، وقلت لك 100 مره خلينا اصحاب وكل حاجه تيجي في وقتها. بس الظاهر ما فهمتش كلامي. اوعدك اني هفهم، بس انت كمان لازم تحاولي تفهمي ان انا متغير. انا مش فاهم انا ازاي كده. انا ما عنديش استعداد افهم اي حاجه غير اوعدك. حاضر. انت رحتي المكتب؟ لا. امال انت فين؟ في مشوار. طيب اعدي عليكي بالليل. لا لان عندي مواعيد. طيب هتصل بيكي تاني. نتكلم بعدين عشان مجتمعك كويس. باي. الله يرضى عليك. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. اللي رجعك بدري يا بت. ما قلت 100 مره بطلت تقولي كلمه بت دي. بطلت ناديني بالطريقه دي. بت و60 بت كمان يا بت. يا ام هبه خلاص سيبيها. بطمن عليها، ادي اخر دلعك ليها. سيبيها وما تكلمهاش دلوقتي. ها يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتكلميش معايا يا استاذه هبه؟ اعجبك كده؟ انا اسفه يا ماما، ما تزعليش مني. انا تتكلمي معايا كده يا هبه؟ ده انتي الغاليه. مالك يا بنتي؟ مفيش. في حد مزعلك؟ في حاجه في الشغل؟ طمنيني يا بنتي، طمنيني. مفيش يا امي، سيبيني في حضنك بس. خليكي في حضني يا حبيبتي براحتك. انا عارفه ان انا جاهله، بس بحس وانت بتحطي مفتاح البيت وانت داخله اذا كنت زعلانه ولا مبسوطه. وعارفه كمان ان انا لو قلت كده لامي زي انت ما قلتي لي كانت نزلت على دماغي بالبلغه بتاعت ابويا، عملت لي تربانه في مخي. بس عشان انا ام اللي بيقولوها دي في السياسه ديمقراطيه. ايه الديمقراطيه دي؟ ديمقراطيه. ايوه الديمقراطيه. بس تعرفي يا هبه، هقول لك على سر. انا كلمت ابوكي واقنعته انه يدخلك المدارس بتاعت الكنايس الراهبات ويدخلك الجامعه بتاعت امريكا. ماشي. وقلت له يا معلم يعني لازم كده. ايه معلم؟ هو انت كنت بتقولي له يا معلم؟ ها ها يعني لما كنت بحب ادلعه شويه. الله 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 يا ام هبه، هو انت ليكي في المسائل دي؟ لا 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 لا، تعالي تعالي احكي لي. ما كنتش اعرف ان ليكي في المواضيع دي. تعالي احكي لي بس، كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ ده انت طلعتي صهانه كبيره. شوف البت وهبلها. اي نعم انا جاهله بس مش حماره. يا ستي انا الجهله والحماره، المهم كنت بتدلعي على راجل ابويا ازاي؟ يعني اقنعته انه يدخلك المدارس الاجنبيه الحلوه والجامعه الحلوه، وسمع كلامي.
أنا آسفة يا أمي. ممكن نرجع لموضوع الدلع والمعلم؟ ها؟ أنت مالك أنت ومال الحاجات دي؟ عشان خاطري. ها؟ عشان خاطري. بحبك يا ماما. بصي بقى يا استاذه، دلوقتي بقى تشوفي النجم عربي حماده بالستايل الجديد بالنيولوك الجديد هتنبهري. السلام عليكم كابتن مصر. صباح الفل. قول كمان نجم الكون، نجم الكره الارضيه، نجم الكره الشماليه والغربيه. ايه عربي اللي انت عامله في نفسك ده يا عربي؟ قول كمان. اعرفك بقى بالهرم بتاعنا، عربي حماده. انت عارفه الثلاث هرمات بتوع الجيزه؟ ده ابن عمتهم الصغير. ازيك يا قمر؟ هو ده بقى عربي حماده نيو لوك، نجم النجوم الكره الارضيه والشماليه، واطلع فوق وانزل تحت، والجيزه وشبرمنت واهرامات الدنيا كلها هرم. بقولك يا عربي، نظام ورقه الشوكولاته اللي انت لابسها دي ما تلزمنيش، ولا ايه يا بوحه؟ صح يا استاذه. ماشي، وركز معايا عشان بقى جايبه لك ستايلست، جايبه لك كام بدله كده وكام طقم لازم تلبسهم. لا 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 يا باشمهندسه، الكلام ده ما ياكلش معايا، مش العربي حماده اللي حد يلبسه. يا نجم يا نجم، دي قصدها البدل والقمصان والحاجات دي يعني. استنى انت بس كده جعفر، اقعد لنا على جنب. بص يا استاذه، انا جايب معايا شويه شيرزات، انما ايه لوكس اللكاسه، هنلبس بقى عليهم كده شويه شواكت، تمام؟ حدوتة قبل النوم. التيشيرز ده والشاكت بتوعك دول انساهم خالص، والكلام ده ما ينفعنيش، ولا ايه يا موحة؟ طب شوفيهم الاول وبعد كده نبقى نتكلم. يا استاذة يا استاذة، استني بس نشوف وجهة نظر النجم، ولا ايه يا موحة؟ ولا ايه يا استاذة؟ اسمع كلام انا بقى واشتري مني. عربي المرة دي هيجيلك انسان تاني، هيجيلك تحفة فنية رائعة. هو ايه كل حاجة عندكم ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما ينفعش يا جماعة، أنا ما ينفعنيش النظام ده أبدا، ولا ايه يا موحة؟ أيام سوري يا أستاذة، استحمليني. لا ما تقولي يا دكتورة، ولا أقولك يا باش مهندسة، ولا ايه يا موحة؟ اللهم صل على النبي، ايه ده يا عربي ده؟ بسم الله ما شاء الله، مش قلتلك تحفة فنية رائعة؟ قول كمان النجم، تحفة يا نجم. أظن بقى كده يا أستاذة ما عندكيش أي حاجة، أنا كده عملت اللي عليا. لقد طلع سمك يا لمع في البق. بقولك ايه يا عربي، ثانية واحدة يا عربي عشان انا اعصابي باظت منكم. هو ده اللي انت بتشرب؟ هو ده. امسك، سيبك من الاتنين دول مش هينفعوك، اسمع كلامي. نجرب بقى اللبس اللي انا جايباه والبدل الحلوة الشيك، وشوف هيطلع عامل ازاي. انا صدقني عايزاك تطلع احسن من الاول، اسمع كلامي بقى، ولا ايه يا موحة؟ Think don't any but you have don't my life.